بعد كارثتين منفصلتين للمهاجرين في بحر إيجا، اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس النظام التركي بالوقوف وراء أزمة غرق عشرات اللاجئين في البحر المتوسط بسبب انطلاق القوارب المحملة باللاجئين من سواحل تركيا. ميتسوتاكيس قال إن أصل هذه المشكلة هو القوارب التي تغادر الساحل التركي، معتبراً أن أنقرة تستطيع أن تفعل المزيد لحل هذه المشكلة إذا أرادت ذلك، داعياً إياها إلى وقف شبكات الاتجار بالبشر حتى لا تتسبب في خسارة مزيد من الأرواح في بحر إيجا. من جانبها قالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو أن البحر المتوسط يجب أن يكون بالتأكيد بحراً للسلام وليس مكاناً يأن بآلام القادمين من تركيا، وذلك بعد انقلاب قوارب مهاجرين الأسبوع الماضي قبالة جزيرتي ليبسوس وتشوها اليونانيتين ومصرع 23 مهاجراً واختفاء 10 مهاجرين، فيما أنقذ خفر السواحل اليوناني العشرات منهم. إلى ذلك أكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن العلويين يتعرضون لانتهاكات في تركيا ولا تحظى بيوت الجمع الخاصة بهم بدعم الحكومة، موضحة أن النظام التركي لم يؤدي مسؤوليته فيما يخص تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق العلويين. وتنصل النظام التركي من التزامات كثيرة تجاه المكونات القومية والدينية الموجودة في تركيا من غير الأتراك، رغم التوصيات والقرارات الأوروبية المتكررة بهذا الشأن.